صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفلوغ جديد. اول حاجه ان شاء الله غادي نديروها هو انكم غادي نديكم معايا المركز اللي كندير فيه الاكيوبانت كير او الوخز بالابر، وكذلك هذا المركز هذا كيديروا حتى المساج. كيف ما كتعرفوا انا من بعد يعني الروينه ديال الرحيل وصراحه ضرني ظهري بزاف، وقلت علاش لا ما نعطيش واحد الوقيته لراسي ونمشي ندير هذا الوخز بالابر، لانني انا ملفه كنديرهم ملي كيضرني الظهر ديالي، والحمد لله كيفوتني الحال. داكشي علاش قلت علاش لا ما نجيش اليوم ونشارك كذلك معكم هذا الفيديو هذا او هذا الفلوغ هذا. وبالنسبه للمركز او يعني العنوان ديال المركز او اللوكيشن ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا المركز هذا العمال ديالو تشاينيز، يعني صراحه المساج ديالهم ولا حتى الوقت بالابر ديالهم زوين بزاف ويديهم خفيفه، وكذلك صراحه تعاملهم جدا جدا راقي. نخليكم جميعا تكتشفوا معايا هذا الفلوغ هذا وهانتوما معايا. وهذه هي الغرفة إن شاء الله اللي غادي ندير فيها الوخز بالإبر. نخليكم حتى نكمل إن شاء الله ونرجع معكم. وهنا يا خوتي خواتاتي من بعد ما ساليت الاكيبانت كير او الوخز بالابر اللي كنصح بها الناس اللي عندهم الام ديال الظهر او الراس، صراحه اراها مفيده بزاف بزاف لبزاف ديال الحوايج. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو لبيت الصديقه ديالي اللي عارضه علينا هي والزوج ديالها. ما تزابيوش كيف ما كيقولوا، وخليكم حتى لاخر الفيديو وهانتوما معايا. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا خوتي خواتاتي وصلنا لبيت الصديقه ديالي حليمه اللي كنبغي نقول لها هي والزوج ديالها شكرا لكم بزاف بزاف على العراضه، والله يكثر خيركم والله يكبر بكم كيف ما كبرتوا بينا. الناس ديال الكرم والجود وناس طيبين طيبين بزاف بزاف. الحمد لله اختي حليمه تشرفت بزاف بالمعرفه ديالك، وان شاء الله الله يجعلها صداقه دائمه ان شاء الله باذن الله. وكذلك بغيت نقول لك حبيبتي الحمد لله على سلامة الزوج ديالك، الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. وبغيت نقول لك الله يسهل عليك انت والزوج ديالك، صراحة انتما ناس طيبين وتستاهلوا كل الخير، الله يسهل عليكم والله ييسر لكم كل عسير ويبعد عليكم الشر وشر الخلق. ونخليكم خوتي خواتاتي مع هذا الفلوغ هذا وهذه الجلسة هذه مع الأصدقاء والأحبة وهنتوما معايا.
وهنايا كما كتشوفوا معايا اخوتي اخواتاتي، هذا الدجاج ديالنا المغربي بالتغميره ديالو، صراحه جديد لذيذ بزاف. تبارك الله عليك اخت حليمه او الشاف حليمه، على فكره البنات هذه راه شاف، وكنقول لك الله عطاك الله الصحه اختي، ما شاء الله كل شيء جا لذيذ، لا من لي سلاد ولا من الدجاج، وكذلك اللحم كل شيء جا لذيذ بزاف. الله يكثر خيرك حبيبتي مره اخرى. وبغيت نقول كذلك للناس اللي كتفرج فيا وهي حامله او كتوحم، كنقول لكم سمحوا لنا بزاف على هاد الفيديوهات هادو. وكذلك بغيت نقول للناس الجدد لاول مره كيشوفوا القناه ديالي، الى عجبكم محتوى قناتي فضلا وليس امرا اشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي تعاليق زوينه اسفل الفيديو. وكذلك بغيت نقول للناس اللي دائما كتدعم القناه ديالي، كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف ولهلا يخليكم عليا، وصراحه التعاليق ديالكم كتفرحني بزاف، وان شاء الله نكون في الحسن ديال الظن ديالكم دائما. ونخليكم مع تكمله الفيديو، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، ودمتم في رعايه الله خوتي اخواتي، ومع السلامه.